من الأشياء التي يمارسها الكثير من المدنيين حاملي السلاح أو رجال الأمن في حال حمل السلاح في ملابس عادية أو خارج نطاق الوظيفة، اللي بصير إنه الكثير من الناس بيحملوا السلاح بشكل خطر جدا، يعني ما بيحملوا السلاح مشان بهدف إنه دفاع عن نفسهم أو لحالة الضرورة، لكن العاقبة بتصير عليهم، هم بتدور الدائرة عليهم، لأنه حمل السلاح، طريقة حملهم للسلاح بتكون خطأ. أول خطأ ممكن يصير إنه وضع السلاح فقط في الجيب بدون أي شيء، يعني بهذا الشكل. طبعا هذا طبعا ممكن يسبب إنه يوقع، ممكن يسبب إعاقة، ممكن شيء يتعلق في منطقة الزناد ويصير إطلاق نار في وقت خروجك أو إخراجك للسلاح من الجيبة. طبعا الحالة هاي بتصير كثيرا، يعني تقع حوادث في حالة سحب السلاح من بيته، وهو طبعا المكون مخصص للسلاح نفسه، فما بالك يعني لما تحطه في جيبتك، أو لما يصير مثلا حماقة تأخذ نيش وتكون بوضع السلاح بهذا الشكل. طبعا صح مخبى ومبين مش مبين وكذا، ويعني ما حدا شايف انه معي سلاح، لكن شو بصير لما بدك تقعد بالسيارة أو لما بدك يصير معك وضع خطر او وضع حرج وبدك تستعمل السلاح او بدك تسحبه او بدك تتحرك، كيف بدك يصير؟ طبعا سلاحك يكون مليان. طب تخيل انا عندي ثلاث مسدسات، ثلاث يعني بهذا الشكل، طب شو بدي اعمل لو مثلا صار حادث؟ او مثلا اللي بيوضع سلاح مثلا في منطقه الظهر، طيب، او اللي بحط مثلا بهذا الشكل، هذا خطا كبير. يعني اذا بتعملها اليوم انت، خلي هذا الفيديو اللي يمنعك انك تعمله من مره، لانه كثير 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 من الناس بيموتوا وبصير معهم إصابات، يعني بتعطلهم مدى الحياة وانهم يموتوا، خلاص ما فيش حياة، لأنه الحماقة هذه اللي كلفتهم المشكلة هذه. طيب، فخصوصا يعني ولا أي نوع مسدس، حتى لو كان بهذا الحجم صغير، يعني كفة إيدك بتغطيه، شايف؟ فما بدك تحط ولا أي نوع يكون مش مأمن. صح بيكون عليه أمان، بيكون عليه كذا، طب أنت بتضمن إنه لما تسحبه من جيبتك أو تسحبه من الوسط أو من وين ما أنت، يعني وين هو مخبى، إنه ما يتعلق شيء في الزناد وما شيء يتعلق في الأمان، إنه يعطل الحركة أو إنه يتحرك في وقت مبكر جدا قبل إنك ما تسحب سلاح؟ طيب هذا واحد. الشيء الثاني من الأخطاء الشائعة في مسك السلاح، أنا حبيت بس أحكي في الموضوع هذا بشكل سريع، اللي هي مثلا تشوف واحد اول ما مسك السلاح مسك فيه بالشكل هذا ويكون بيصوب فيه على الناس، وشوف يا اخويا اخر قطعه اشتريتها ولا كذا، ويكون بيعين في السلاح على الناس، ويكون يعني غير مكترف فيها، ويكون اصبعه على الزند، والحديث اللي بيصير، ويعني هذا النقاش اجريته كثير مع كثير من الناس، يعني وكثير صيحت على ناس من هذا الموضوع، يكون يحمل السلاح بهذا الشكل، ولما تقول لما تنبهه ايه اصبعك، يقول لك اوه انا متدرب وانا عندي تدريب وعندك. طب لو انك انت متدرب صحيح ما بتعمل السخافه هذه، تحط اصبعك على الزناد وتعرضني وتعرض غيري للخطر وتعرض حالك للخطر، يعني ليش تحط حالك في هذا الموقف؟ هذا واحد من الاشياء. الاصبع دائما لازم يكون دغري مستقيم، straight finger، مش على التريجر، مش على التريجر جارد، مش على الحامل للزناد ولا على الزناد نفسه، دائما هذا بيكون بهذا الشكل الى الامام، حتى مش على هذه، لانه قد يختلف حجم الاصبع الطول، او يمكن ان هذا الحجم المسدس يكون مختلف. مثلا هذا المسدس ممكن وضع اصبعي على الزناد، الحامي الزناد منها ممكن، لكن في مسدس ثاني ممكن انه ما يصير، شايف؟ مثل هذا المسدس صغير او ممكن انه يتزحلق ويصير، يعني يصير معي حادث. مسدس ثاني مثلا هذا اصبعي ما يطول بالمره، ما يطول. طيب هذه الاشياء، فدائما تخلي اصبعك دائما على الفريم نفسه، على المسدس، مش على الاقسام، تحت بشوي. طيب الشيء الثاني، تشوف الخطا اللي بيعملوه انه بيحمل المسدس بهذا الشكل وبكربه على وجهه، طبعا بتشوف، طب ليش هذه الوضعيه لشو؟ وتوضع ابهامك او اصبعك ورا بهذا الكبه، هذا خطا، ولا شيء بيروح بينك وبين المسدس غير الفراغ بس، هذا الشيء الوحيد اللي بيكون بينك وبينه. ما تخلي اي شيء يكون ورا، لان الاقسام هذه بيرجع لورا، طبعا اذا رجع وانت اصبعك بهذه الوضعيه طبعا راح يصير معك جروح. طيب
وهذا الشيء يعني ما بدك شيء. شيء ثاني تلاقي انه ناس مسكوا بهذا الشكل لشو هذه، هذا خطأ. او تلاقي مثلا ناس مسك بالتحت كأنه كاسة شاي، هذه ما إلها يعني مش صحيحة، مع انها يعني ممارسة، لكن هاي ممكن انه السلاح يمكن يروح من ايدك، يعني ما بدك يكون بهذه الطريقة. طيب شيء ثاني كثير تشوف انه تشوف ناس بيضعوا اصبعهم هون، هذا قد يؤدي ان طلقاتك تصير تروح للشمال اذا انت بتستعمل ايدك اليمين، لانك انت بتصير تسحب في المسدس حسب اتجاه ايدك، يعني بهذا الشكل. ممكن اذا بدي احمل بهذا الشكل، طبعا ممكن في ناس بيحملوا او بيمسك المسدس بهذا الشكل، شوف الفراغ اللي هنا، هذا خطأ. لازم هذه القطعة وهذه هذا الجزء من ايدك يكونوا متلاحمين مع بعض، شايف بهذا الشكل. اعطيك مثال في مسدس ثاني، شايف بهذا الشكل، في مسدس ثاني مثلا بهذا الشكل، ما بدي اشوف هذا الفراغ، هذا خطأ. طيب هذا خطأ. اخطاء ثانية شائعة ممكن نتكلم في فيديو ثاني عنها. اي اسئلة ياريت تتركوها في قسم التعليقات ويعطيكم العافية. فانا بحاول انزل فيديوهات يعني قدر المستطاع مشان نلبي طلباتكم وللتوعية. ابعد الاسئلة عن المتناول الاطفال، ويعطيكم العافية.